بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله أعزاء الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهشري سنواصل شرح مقرر كيمياء عضوية واحد سنمر الآن إلى شرح المحور الخامس حيث سنقوم بشرح أهم الطرق لتحضير الألكانات ثم سنقوم بشرح أهم تفاعلاتها هذا المحور إذا ينقسم إلى جزئين الجزء الأول يتضمن شرح أهم الطرق لتحذير الألكانات ثم في الجزء الثاني سنقوم بشرح أهم تفاعلات الألكانات إذا بداية بالجزء الأول حيث سنقوم بشرح أهم الطرق لتحذير الألكانات يتم تحذير الالكينات انطلاقا من اختزال او هدرجنه الالكينات والالكاينات تختزل الالكينات بواسطه الهيدروجين في وجود عامل مساعد مثل البلاتين او النيكل كذلك يمكن استعمال البلاديوم وتتكون الألكينات خلال هذا التفاعل العام التالي أمامنا حيث يتم اختزال الرابطة باي وتتحول بالتالي إلى روابط سيجما مع الهيدروجين كذلك الأمر بالنسبة لاختزال الألكينات نفس العملية كذلك تتم بوجود النيكل بلاتين أو كذلك البلاديوم حيث يتم اختزال الروابط باي وتتحول هذه الروابط باي الى روابط سيجما مع الهيدروجين الذي تم اضافته اضافته الطريقه الثانيه لتحضير الالكانات تتمثل في تفاعل جرينيارد يتفاعل فلز المغنيسيوم مع هاليدات الالكيل كهو ما هو الامر في التفاعل العام التالي اذا هاليد الالكيل مع المغنيسيوم في وجود الايثر الجاف كمذيب ليعطي في مرحله اولى كاشف جرينيارد ثم في مرحله ثانيه تفاعل استبدال النيوكليوفيلي لتكوين الالكان التالي ويعطينا كذلك mgx 2 سنقوم اذا بشرح هذا التفاعل في الفيديو التالي اذا مع وجود هاليد الالكيل والمغنيسيوم مع وجود المذيب المتمثل في الايثر الجاف نتحصل على كاشف جرينيارد كما تلاحظون فان المغنيسيوم يتميز بقدره على ان يعطي الكترونات فبالتالي اذا خلال وجوده بين الرابطه بين اكس بين عنصر اكس وبين الالكيل فالماغنيزيوم هنا في الرابطه يقوم بدفع الالكترونات في اتجاه الالكيل وبالتالي اذا يصبح لدينا في هذه الرابطه القطبيه شحنه جزئيه سالبه من هنا وشحنه جزئيه موجبه من ناحيه الماغنيزيوم وبالتالي اذا الالكيل في هذه الحاله يتميز بصفه النيكليوفيل باعتبار انه يحتوي على شحنه قطبيه قطبيه او شحنه جزئيه سالبه هذا الخاصيه أو هذا الألكيل يتميز بخاصية النيكلوفيل الجيدة بحيث يمكن له القدرة على مهاجمة الإلكتروفيل. الإلكتروفيل هي الجزيئات التي تحتوي على شحنة جزئية موجبة أو تحتوي على شحنة حقيقية موجبة. في هذه الحاله لدينا هاليد الالكيل ار اكس الالكيل ار كما تلاحظون فهذه الرابطه هي رابطه قطبيه حيث ان الشحنه هنا متجهه الشحنه الجزئيه اذا او الكثافه الالكترونيه متجهه نحو الهالوجين اكس وبالتالي اذا يصبح لدينا هناك ذلك رابطه قطبيه وكما تلاحظون توجد لدينا شحنه جزئيه موجبه على الالكيل وبالتالي اذا هناك تفاعل بين النيكليوفيل الذي يتمثل هنا في الآر مع الشحنه الجزئيه السالبه فبالتالي سيقوم بمهاجمه الشحنه الجزئيه الموجبة إذا هذا التفاعل يسمى بتفاعل الاستبدال حيث أنه خلال عملية هجوم الألكيل على الألكيل أس الذي يحتوي الشحنة السالبة على الألكيل الذي يحتوي الشحنة الجزئية الموجبة خلال هذا الهجوم يتم كسر الرابطة بين الآر إكس وقيام رابطة بين الآر والآر فنتحصل بذلك على الألكان التالي وكذلك إكس مع إكس X، إكس موجب مع X سالب يعطينا إكس 2 إذا في هذا التفاعل قمنا بشرح تفاعل الاستبدال النيكلوفيلي والذي يتمثل التفاعل بين نيوكليوفيل الذي يحتوي على كثافه الكترونيه والكتروفيل الذي يحتوي على فراغ الكتروني حيث تمثل الشحنه القطبيه او الجزئيه السالبه هنا الكثافه الالكترونيه على الكيل في كاشف جرينيارد والذي يمثل المهاجم اذا فالمهاجم هنا هو الذي يحتوي على الكثافه الالكترونيه ويسمى نيوكليوفيل وتمثل الشحنه القطبيه السائج موجبه نقص الكتروني ولها القدرة هنا على تقبل الهجوم ويسمى بإلكتروفيل. إذن الانجذاب الإلكتروستاتيكي بين الشحنة الجزئية السالبة والشحنة الجزئية الموجبة هو الذي أدى إلى استبدال نيوكليوفيلي. في هذا التفاعل الأخير هنا مثال يتمثل في كلوروميثايل مع المغنيسيوم يعطينا كاشف جرينيارد التالي الذي يتفاعل بالتالي مع الالكتروفيل هنا المتمثل في الكربون الذي يحمل الشحنة الجزئية الموجبة وبالتالي يؤدي إلى تكوين الإيثاين والحصول على الـ NGCl2